الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير ومتابعيني الكرام، متابعي قناة يوميات دودو. النهاردة إن شاء الله من مطبخي هعمل أكلة صيفية سريعة جدا ومغذية جدا، مكتملة العناصر الغذائية. النهاردة إن شاء الله هعمل مكرونة بالصدوق والخضار. مش عايزة أأيدكم بمكونات معينة أو مقادير معينة، لأن عايزة أقول لكم المكونات بيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر عندكم. تعالوا مع بعض على البوتاجاز مباشرة. أنا عندي هنا في مكرونة مسلوقة حوالي 400 جرام، في عندي كمان صدوق مقطعاه، في عندي 5 فصوص من الطوب المفرومين، جزرتين مقطعاهم كده برنواز، وفي عندي بصل جوانح وطماطم مقطعاها، وعندي كمان فلفل الوان وليمون، وفي عندي هنا زيت زيتون وصلصه، يعني ممكن احط الصلصه وممكن لا. تعالوا نروح على البوتاجاز نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. انا عندي هنا الحله اللي سلقت فيها المكرونه. بعد ما صفيت المكرونه جبتها كده على البوتاجاز، هحط عليها بسم الله شويه صغيرين من زيت الزيتون. طبعا احنا عارفين الصدوق بيبقى فيه ماده دهنيه، فانا مش عايزه اكتر الماده الدهنيه اكتر من كده، يدوب بس الزيت يدفى معايا. هضيف عليه الصدوق مباشره بسم الله. انا هنا الصدوق استوى معايا، هبدأ اجيب عصوصة وانقل الصدوق واصفيه من المادة الدهنية اللي فيه، وفي نفس المادة الدهنية دي بسم الله هبدأ ان انا اسوي مجموعة الخضار اللي عندي. يفضل الخضار كله خفيفه، هيفضل بس معايا. احنا عارفين ان السجق بيبقى متبل، يعني توابل كويسه، فانا ما ذكرتش توابل في المكونات بتاعتي، بس هشوف دلوقتي لما هضيف مجموعه الخضار اكيد هحتاج على الاقل شويه من الملح والفلفل. هدخل البصله كده، هضيف الثوم المفروم، برضو يدوب بس عشان ريحته، هضيف الجزر، الحاجات اللي هي بتاخد معايا سوا اكتر بضيفها في الاول علشان تاخد وقتها في التسوية، في نفس الوقت مش عايزاها مهرية، يعني يدوب بس تدخل في السوا. هضيف دلوقتي الطماطم المبشورة بسم الله. طبعا انا لقيت الخضار ده محتاج، هضيف دلوقتي مجموعة التوابل، شوية ملح، شوية فلفل، وشوية من الكزبرة الناشفة، بس كده هقلب بقى الكلام دوت وأغطي الحلة أو أوردها كده وأسيبها 5 دقايق لحد ما الطماطم تستوي معايا وتبدأ تدخل كده في التسوية. الصدوق مع مجموعة الخضار، الفلفل الألوان أنا بحطه في الآخر علشان ما بحبهوش مهري، في الوصفات دي بفضل إن أنا أحط الفلفل في الأخير خالص. نشوف كده إن شاء الله مجموعة الخضار حلو جدا، مش عايزة أسوي الخضار بتاعي أكتر من كده، يعني الجزر لسه صاحي أهو، هو والبصل. هبدأ دلوقتي أضيف بسم الله الفلفل الالوان من الالوان المتوفره عندك، وهضيف كمان اخر حاجه اللي فاكرين الصدوق اللي انا كنت سويته في البدايه، حتى ان انا ارجعه بسم الله مره تانية، بحيث بقى كل الطعوم تمتزج كده مع بعضها، الصدوق مع مجموعه الخضار، المجموعه الجميله اللي انا اضفتها دي. هقلب كده واسيبها اقل من 5 دقايق، يدوب بس الحاجات تمتزج معايا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الريحة بصوا الالوان ان شاء الله جميلة جدا.
حطيت هنا في البايركس نص كمية المكرونة. حاجة بقى شايفين الخضار بتاعي ما شاء الله لا قوة الا بالله، مع السجق حاجة كده عظمة. هاجي برضو اخد نص كمية الخضار بالسجق دي واضيفها هنا علشان يسهل عليا عملية التقليب وعملية ان الخضار يندمج كله مع المكرونة. تمام، وهجيب المكرونة اللي اتبقت وهضيفها على الحلة بحيث اقلب براحتي، اقلب اللي في الحلة براحتي واقلب اللي في البايركس براحتي. بعد كده اضيف الاتنين على بعض وادخلهم الفرن 5 دقايق بس. ما شاء الله لا قوة الا بالله، شايفين بقى الجمال الالوان الحلوة. فاكرين الصلصة اللي كنت قلتلكم عليها في المكونات ما استعملتهاش، لقيت الدنيا حلوة قوي كده من غير صلصة، خفيفة وجميلة بمجموعة الخضار بس الفريش الطازة معايا. ممكن تتاكل كده على فكرة، عايزين تحطوا عليها شوية جبنة وتدخلوها الفرن، او تدخلوها الفرن بس بالصوص بتاعها دوت بحيث تتشمع كده معايا والاطعمة برضو تمتزج مع بعضها. بس عايز اقول لكم الريحة والشكل طبعا الالوان انتوا شايفينها معايا، والطعم ان شاء الله برضو يبقى حلو. انا صايمه ما دقتش فمش عارفه احكم على الطعم، بس اكيد يعني زي ما بيقولوا كده الصوره تتحدث عن نفسها. وده جماعه شكل الطبق بتاعي في الاخير. بصوا، هو اهم حاجه ان كل حاجه صاحيه عندي كده زي ما انتوا شايفين. المكرونه سواها جميل جدا مش مهريه معايا الواحده بوحدتها اهي، والخضار نفس الحكاية. يبقى الواحد بياكل وهو عارف ده الطبق دوت فيه طماطم مقطعة وفيه فلفل الوان وفيه بصل وفيه الجزر، وكل حاجة جميلة جدا ومغذية ومشهية جدا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وافدكم. القاكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.